ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيستر افتخار، how are you? This is your plan. For this one, alhamdulillah, نحن ندرس الآن. We are studying together the articulation points. So, inshallah, continue the articulation points and finish it, inshallah, and you continue your recitation for Surah Al-Baqarah. And also, we continue analyzing or تحليل. سنكمل تحليل الصور. نحن الآن فضل الله في سورة الماعون. سنكمل inshallah الكوثر العصر. الهمزة، الفيل، القارعة، التكاسل، العديات، السلسلة. سأقرأ ما تيسر من سورة الكوثر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.